يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في غير هذه البلاد عندما يريد الواحد للذهاب إلى بلده لصلة رحمه تقف في وجهه نقاط التفتيش وتقول له ادفع رشوة ولو شيئا قليلا ثم يذهب، وإذا لم يدفع فإنهم يعطلونه الساعة والساعتين أو أكثر حتى يلحقه العنة والمشقة، وربما أنزلوا جميع عفشه، فهل يسوغ له دفع الرشوة للخروج من هذا العنت؟ الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش وهو الساعي بينهما، فلا يتساهل فيها. وهؤلاء بإمكانك ترفع بشأنهم إلى ولاة الأمور هناك، ترفع بشأنهم إلى من وظفهم وجعلهم في هذا المكان، وإذا لم تقدر اسأل العلماء في البلد الذي فيه هذه الآفات، أما نحن ما نتدخل في هذا. نعم.